بسم الله الرحمن الرحيم. في مجال الرقابة على تكلفة الأجور المباشرة، عند استخدام نظام التكاليف المعيارية في مجال الرقابة على تكلفة الأجور المباشرة، سوف نستخدم نفس القواعد التي اتبعناها سابقا في مجال الرقابة على تكلفة المواد الأولية. فعند دراسة الفصل الثالث تعرفنا على أن تكلفة المواد الأولية هي عبارة عن كمية المواد الأولية في سعر المواد الأولية، وبالتالي فإن التكلفة هي عبارة عن ناتج عاملين حاصل ضرب عاملين، هما عبارة عن الكمية كاف والسعر سين، وذلك لأن المواد الأولية وليكن المادة ألف أو المادة ب تتحدد كميتها وسعر المادة وحاصل ضربهم هيديني التكلفة. بمعنى لو الكمية من مادة أولية مثلا 10 كيلو وسعر الكيلو 10 جنيه، يبقى 10 كيلو في 10 جنيه يطلع بمية جنيه وهو تكلفة المادة الأولية. أما تكلفة الأجور المباشرة فهي عبارة عن ناتج عاملين، الزمن الذي يقضيه العامل في الإنتاج مضروبا في معدل الأجر بتاع العامل أو معدل الدفع بتاع العامل، وبالتالي فإن تكلفة الأجور المباشرة هي حاصل ضرب الزمن في معدل الأجر. تكلفة الأجور المباشرة بتساوي الزمن يرمز له بالرمز زين ومعدل الدفع يرمز له بالرمز دال، وبالتالي فإن تكلفة الأجور المباشرة هي حاصل ضرب الزمن في معدل الدفع. إذا أحللنا الزمن محل الكميات وأحللنا معدلات الأجر محل الأسعار، في هذه الحالة هنحصل على تكلفة الأجور المباشرة. كيف يمكن تحديد الانحراف الكلي في تكلفة الأجور المباشرة؟ احنا قلنا ان التكلفة المعيارية لها دور كبير جدا في عملية الرقابة على عنصر التكلفة، علشان كده بنيجي نحدد التكلفة المعيارية في بداية الفترة، ثم في نهاية الفترة نقارنها بالتكلفة الفعلية التي حدثت فعلا في نهاية الفترة. التكلفة المعيارية للأجور المباشرة بتساوي الزمن المعياري في معدل الدفع المعياري أو معدل الأجر المعياري، أما التكلفة الفعلية فهي حاصل ضرب الزمن الفعلي في معدل الأجر الفعلي، وبالتالي فإن الانحراف الكلي في تكلفة الأجور المباشرة هو عبارة عن التكلفة المعيارية للأجور المباشرة ناقص التكلفة الفعلية للأجور المباشرة. وعرفنا أن التكلفة المعيارية هي عبارة عن الزمن المعياري في معدل الدفع المعياري، أما التكلفة الفعلية فهي الزمن الفعلي في معدل الدفع الفعلي، ينتج لدينا الانحراف الكلي في تكلفة الأجور المباشرة. هذا الرقم فيه 3 احتمالات للناتج بتاعه، إما أن يكون الناتج بيساوي صفر، وإما أن يكون الناتج موجب، وإما أن يكون الناتج سالب. إذا كان الانحراف بيساوي صفر فهذا يعني أن التكلفة الفعلية التي حدثت في نهاية الفترة بتساوي التكلفة المعيارية. هذا له معنى واحد، أنه لا يوجد انحراف، بمعنى أن المعايير التي وضعتها الإدارة تحققت بالكامل. فلو افترضنا أن التكلفة المعيارية كانت 100 جنيه والتكلفة الفعلية التي حدثت في نهاية السنة 100 جنيه، ففي هذه الحالة تحقق المعيار بالكامل، بمعنى أنه لا يوجد أي إسراف أو أي وفورات مالية. أما إذا كان الانحراف موجب فهذا يعني أن التكلفة الفعلية التي حدثت في نهاية السنة أقل من التكلفة المعيارية الموضوعة أو المخططة في بداية السنة. هذا يعني أن الفرق سيكون موجب، هذا الانحراف ملائم وفي صالح الشركة، وهذا الانحراف يدل على تحقق وفورات مالية. أما إذا كان الناتج سالب فهذا يعني أن التكلفة الفعلية التي حدثت في نهاية السنة أكبر من التكلفة المعيارية الموضوعة والمخططة في بداية السنة، وهذا يعني أن الناتج سيكون سالب وهذا الانحراف غير ملائم، أي أنه في غير صالح الشركة، وهذا معناه أن الشركة تواجه أو تحقق إسراف في مالي. السؤال الذي يطرح نفسه،
ما هي أسباب الانحرافات في تكلفة الأجور المباشرة؟ انحراف تكلفة الأجور المباشرة معناه اختلاف مستوى التكلفة الفعلية التي حدثت في نهاية السنة عن مستوى التكلفة المعيارية الموضوعة أو المخططة في بداية السنة. يرجع هذا إلى العديد من الأسباب. الأسباب دي هتفيدني في إيه؟ في إن أنا أتخذ القرارات التصحيحية لمعالجة أي انحرافات. الانحرافات يمكن تبويبها إلى نوعين، انحرافات إرادية وانحرافات لا إرادية. الانحرافات الإرادية هي انحرافات داخلية كان في الإمكان للشركة أن تتحكم فيها، أما الانحرافات اللا إرادية هي انحرافات ترجع لأسباب خارجية لا يمكن للشركة أن تتحكم فيها. الانحرافات الإرادية لازم أن نحدد جوانب المسألة المحاسبية عنها. من أمثلة الانحرافات الإرادية زي وجود ثغرات في أنظمة الرقابة الداخلية لدى الشركة، وبالتالي على الشركة أن تعالج هذه الثغرات. إن الإدارة لا تراعي للجوانب السلوكية للموظفين بتوعها، وبالتالي هناك جانب نفسي لدى العاملين لا يرغبون في العطاء والأداء لدى الشركة. عدم تطبيق أساليب التدريب الحديثة، وبالتالي يجب على الشركة استخدام أساليب التدريب الحديثة حتى ترتفع كفاءة العمال أو العاملين في الإنتاج. عدم تطبيق أساليب فعالة وعادلة في التحفيز، وبالتالي إذا كان هناك عدم عدل في أساليب التحفيز ده هيخلي الأداء بتاع العامل يقل. كل دي أسباب داخلية يمكن للشركة أنها تتحكم فيها بمعالجة أوجه الكسور. علشان كده بنقول إحنا ما نعدلش المعيار لأن المعيار كان سليم، ولكن في مشكلة عندنا إحنا في شغلنا، وبالتالي يجب أن تعالج الانحرافات في حسابات خاصة. بمعنى إن أنا أعالج الانحراف سواء كان موجب أو سالب. هذا الانحراف لو كان موجب هقفله في حساب الأرباح وخسائر، وبالتالي المفروض أدي حوافز للناس اللي حققوا انحرافات موجبة. أما الانحرافات السالبة، هذه الانحرافات تحتاج إلى عقوبات نتيجة إن إحنا عايزين نعمل مساءلة محاسبية. أما الانحرافات اللا إرادية فهي تتسم بعامل المفاجأة ويصعب للشركة الاحتياط لها، وبالتالي ما أقدرش أتحكم فيها. زي إيه؟ زي لو الدولة عدلت الحد الأدنى للأجور، فالحالة دي ده حاجة بالنسبة لي هتبقى ملزمة، والأجر الجديد ده ملزم لازم أخده في اعتباري. لو تدخلت النقابات في تحديد معدلات التشغيل، كل ده بيخلي دي عبارة عن انحرافات لا إرادية. أو إن في عوامل خارجية بتأثر على السلوك البشري، زي مثلا إن بعض العاملين خايفين من فيروس كورونا، وبالتالي عطينا بعض العاملين أجازات معينة عشان نتعامل مع هذه الحالة، فكل دي انحرافات لا إرادية. عدم جودة المواد الأولية، وبالتالي العامل اللي بيشتغل على المواد الأولية مش عارف يشتغل كويس، وبالتالي يجب تعديل المعايير الموضوعة عشان تتصف هذه المعايير بالموامة والمرونة. ليه مش هنفتح حساب مستقل للانحرافات دي؟ لأن الانحرافات دي انحرافات لا إرادية، وبالتالي من الأفضل إن أنا أعدل بها المعيار الأصلي بتاعي. أساليب تحليل الانحراف الكلي في تكلفة الأجور المباشرة. يوجد ثلاث أساليب لتحليل الانحراف الكلي في تكلفة الأجور المباشرة، بالضبط زي ما عرفنا في تحليل الانحراف الكلي في تكلفة المواد المباشرة. الأسلوب الأول هو التحليل الثنائي أو النموذج الثنائي. يمكن تحليل انحراف الأجور المباشرة إلى انحرافين، انحراف يرجع للزمن وانحراف يرجع لمعدل الأجر. يعني انحراف الزمن؟ يعني الزمن الفعلي اللي أنا استغرقته في الإنتاج لا يتوافق مع الزمن المعياري اللي أنا حطيته. وبالتالي انحراف الزمن أحسبه إزاي؟ هو عبارة عن الفرق بين الزمن المعياري ناقص الزمن الفعلي مضروبا في معدل الأجر المعياري. ده انحراف الزمن. هذا الانحراف قد يكون سالب وقد يكون موجب وقد يساوي الصفر. من المسؤول عن انحراف الزمن؟ إدارة الإنتاج هي المسؤولة عن هذا الانحراف. الانحراف الثاني هو انحراف معدل الدفع ومعدل الأجر، وده راجع إلى عدم تطابق الأجور الفعلية مع الأجور المعيارية اللي أنا حطيتها. يحسب كالتالي: انحراف معدل الأجر أو معدل الدفع بيساوي معدل الأجر المعياري ناقص معدل الدفع الفعلي في الزمن الفعلي. هذا الانحراف يتم تحديده أيضا سواء كان سالب أو موجب أو يساوي صفر، ولكن هذا الانحراف مسؤولية إدارة شؤون العاملين أو إدارة الموارد البشرية. وبالتالي فإن الانحراف الكلي في تكلفة الأجور المباشرة هو عبارة عن الانحرافين معا، هو الانحراف الزمن مجموعا عليه انحراف معدل الأجر. الأسلوب اللي بعد كده هو أسلوب التحليل الثلاثي أو النموذج الثلاثي، وده بيحلل الانحراف الكلي في تكلفة الأجور المباشرة إلى ثلاث انحرافات: انحراف الزمن، وده كما هو في التحليل الثنائي بنفس المعادلة،
انحراف معدل الدفع او الاجر، وده انا هحلله الى انحرافين. انحراف معدل الدفع الصافي، وده مسؤوليته فقط على اداره شؤون العاملين او اداره الموارد البشريه. انحراف معدل الدفع الصافي بيساوي ايه؟ معدل الاجر المعياري ناقص معدل الدفع الفعلي في الزمن المعياري. اما الانحراف المشترك فهو انحراف يشترك في مسؤوليته كل من اداره الانتاج واداره شؤون العاملين او الموارد البشريه. عشان كده بعد ما نطلع الانحراف المشترك هنبدل اشارته بعكس قواعد ضرب الاشارات بنفس الكيفيه اللي عرفناها في تحليل انحراف المواد المباشره في الفصل الثالث. الانحراف المشترك بيساوي التغير في الزمن في التغير في معدل الدفع ومعدل الاجر. التغير في الزمن هو الفرق ما بين الزمن المعياري ناقص الزمن الفعلي، والتغير في معدل الدفع هو معدل الاجر المعياري ناقص معدل الاجر الفعلي. وبالتالي فان الانحراف المشترك هو عباره عن التغير في الزمن مضروبا في التغير في معدل الاجر. يمكن اظهار نموذج التحليل الثلاثي على النحو التالي: الاجور المباشره هحللها لانحراف زمن وانحراف معدل اجر او معدل دفع. وانحراف معدل الدفع ده عبارة عن حاجتين: انحراف معدل الدفع الصافي، وده مسؤولية إدارة شؤون العاملين أو الموارد البشرية، وانحراف مشترك يشترك فيه إدارتين: إدارة الإنتاج وإدارة الموارد البشرية. وبالتالي فإن الانحراف الكلي في تكلفة الأجور المباشرة هو محصلة للانحرافات الثلاثة، هي انحراف الزمن مجموعا عليه انحراف معدل الدفع الصافي زائد الانحراف المشترك. الأسلوب الثالث وهو اسلوب التحليل الرباعي او النموذج الرباعي، وده بيحلل الانحراف الكلي في تكلفه الاجور المباشره الى اربع انحرافات. اولا هنحلل انحراف الزمن الى انحرافين: انحراف نسبه المزج. يعني انحراف نسبه المزج؟ يعني نسبه المزج اللي انا استخدمتها فعليا مختلفة عن النسب المعيارية اللي انا حاططها. انا عندي قد يكون هناك مستويات للمهارة بتاعت العاملين، مستوى عمالة ماهرة وعمالة متوسطة وعمالة عادية، وبالتالي انا محتاج عشان انتج المنتج نسبة كام من كل مهارة من دي. وبالتالي انحراف نسبة المزج بيساوي نسبة المزج المعيارية ناقص نسبة المزج الفعلية في عدد ساعات الزمن، عدد ساعات العمل الفعلية او الزمن الفعلي الكلي مضروبا في معدل الدفع المعياري. الانحراف الثاني وانحراف الغلة او العائد، وده بيشير الى ان الكفاءة الانتاجية اللي انا موجودة فعلا لا تتطابق مع الكفاءة المعيارية، وبالتالي انا استخدمت زمن لا يقابل الانتاج بالكم المعياري. وبالتالي انحراف العائد انا بحسبه برضو لكل مستوى بيساوي الزمن المعياري ناقص الزمن الفعلي الكلي في نسبة المزج المعياري مضروبا في المعدل المعياري او معدل الاجر المعياري. يجب الإشارة إلى أن لو جمعت انحراف نسبة المزج مع انحراف العائد الاتنين دول تماما هيساوي انحراف الزمن، وبالتالي فإن انحراف الزمن هو مجموع نسبة المزج وانحراف العائد. انحراف معدل الدفع كمان أنا ممكن أحلله لانحرافين: انحراف معدل الدفع الصافي وده مسؤوليته مسؤولية شؤون العاملين، وانحراف مشترك يشترك فيه إدارة شؤون العاملين مع الموارد البشرية، وهو زي ما هو في التحليل الثلاثي لا يتغير. وبالتالي فإن النموذج التحليل الرباعي بيحلل تكلفة الأجور المباشرة لانحراف زمن وانحراف معدل الدفع. انحراف الزمن نفسه بينقسم إلى انحراف نسبة مزج وانحراف عائد، وانحراف معدل الدفع ينقسم إلى انحراف معدل الدفع الصافي وانحراف مشترك. ناخد مثال توضيحي على الفصل ده. في إحدى قطاعات الصناعة تم معايرة بند الأجور المباشرة عن شهر أكتوبر 2019 لوحدة واحدة من الإنتاج على النحو التالي: المستوى بتاع العمالة مستوى أول تاني تالت، الزمن المعياري المطلوب لكل وحدة 30 دقيقة 50 دقيقة 70 دقيقة، معدل الأجر 3 جنيه للساعة، 2.4 جنيه للساعة، 1.5 جنيه للساعة، بينما البيانات الفعلية تخص 3600 وحدة منتجة، المستوى الأول والثاني والثالث، الزمن الفعلي 2000 ساعة، 3480 ساعة، 3600 ساعة، ومعدل الدفع مختلف. المطلوب استخدم نماذج التحليل الممكنة عشان نحلل انحرافات الأجور عن شهر أكتوبر. يا جماعة أهم حاجة في المسألة دي إن أنا أعمل تمهيد الحل صح. لازم عشان أمهد الحل صح أنا عندي هنا زمن
موجود بالدقيقة وزمن موجود بالساعة، لازم أعدل الزمن اللي موجود بالدقيقة دي، أخلي كل وحدات القياس متشابهة عشان يبقى المقارنة على أساس سليم. عشان أحول الدقايق لساعات لازم أقسم الدقايق دي على كام؟ على 60. وبالتالي يجب أن تتم المقارنة بين وحدات قياس متجانسة. مش بس كده، البيانات المعيارية على أساس وحدة واحدة، والبيانات الفعلية على أساس 3600 وحدة. عشان كده لازم نضرب البيانات المعيارية بعد ما حولها بالساعة أضربها في 3600 وحدة، وذلك على النحو التالي. الجدول ده هو المسألة كلها، ده المستوى الأول والثاني والثالث. أنا عندي ده الزمن المعياري للوحدة بالدقيقة زي ما وعطولي في المسألة، 30 دقيقة و50 دقيقة و70 دقيقة، الإجمالي بتاعهم 150 دقيقة. طبعا بالدقيقة ما ينفعش، لأن المسألة كده هتبقى في حاجات أنت شغال بيها بالدقايق، والحاجات التانية مقاسة بالساعات، فما ينفعش. هنعرف دلوقتي هنعمل إيه. الأول هنجيب نسبة المزج المعياري، يعني أنا بستخدم كام في المية من المستوى الأول، كام في المية من المستوى التاني، كام في المية من المستوى التالت. أجيب نسبة المزج إزاي؟ المستوى الأول 30 على 150 المجموع، يبقى 30 على 150. المستوى التاني 50 على 150 على الإجمال أهو. المستوى التالت 70 على 150. لازم مجموع نسب المزج يطلع بيساوي 1، صحيح. كويس أوي. تقول لي أحول بقى إزاي الزمن اللي بالدقيقة للساعات؟ اقسم الزمن اللي بالدقيقة ده على 60 عشان يتحول لكام؟ لساعات. 30 على 60 أهو، 50 على 60، 70 على 60، يطلع مجموعهم 150 على 60. بس خلي بالك كده، ده الزمن المعياري للوحدة، وانت عايز الزمن المعياري للإنتاج تعمل ايه؟ تاخد العمود التالت ده تضربه في 3600 وحدة عشان تجيب الزمن المعياري للإنتاج اللي موجود عندك. اضرب كده، 3 على 60 في 3600 يطلع ب 1800، 50 على 60 في 3600 يطلع ب 3000، 70 على 60 في 3600 يطلع 4200، 150 على 60 في 3600 يطلع ب 9000. بعد كده عندي الزمن الفعلي، وده معطى في المسألة زي ما هو. نسبة المزج الفعلي بنفس الطريقة اللي جبت بقى نسبة المزج المعياري، عبارة عن ايه؟ هستخدم من المهارة الأولى 2000 على 9080، اللي بعدها 3480 على 9080، 3600 على 9080، يطلع مجموع نسب المزج بتساوي 1، صحيح. نجيب ازاي الانحراف الكلي في تكلفة الأجور المباشرة؟ بيساوي التكلفة المعيارية ناقص التكلفة الفعلية. التكلفة المعيارية ما هي إلا زمن معياري في معدل معياري وزمن فعلي في معدل فعلي. فين الزمن المعياري اللي هو 1800 3 4 200 أهو؟ ده الزمن المعياري أهو، العمود رقم 4، 1800 3000 4 200، كويس جدا. هضربه في المعدل المعياري وده معطى، ناقص الزمن الفعلي ده معطى، في المعدل الفعلي ده معطى، يطلع عندي الانحرافات. مجموع هذه الانحرافات الثلاثة سالب 340 جنيه، معناها ان الانحراف هنا في تكلفة الأجور المباشرة انحراف سالب، معناها انه انحراف غير ملائم في غير صالح المشروع. احلل هذا الانحراف باستخدام التحليل الثنائي. انحراف الزمن بيساوي الزمن المعياري ناقص الزمن الفعلي في المعدل المعياري. الزمن المعياري موجود عندي، جبته في الجدول السابق، والزمن الفعلي معطى في المعدل المعياري معطى. طلع عندي المجموع كله بتاع انحراف الزمن سالب 852 جنيه. بنفس الطريقة هجيب انحراف معدل الدفع وانحراف معدل الأجر، بيساوي المعدل المعياري ناقص المعدل الفعلي، ودول الاثنين معطى، هضربه في الزمن الفعلي وبرضه موجود عندي في المسألة، يطلع عندي بيساوي موجب 512. عارفين معنى الكلام ده ايه؟ معناه ان إدارة الإنتاج مسؤولة عن خسائر قدرها 852 جنيه، لأن هذا الانحراف يمثل إسراف ومسؤولية إدارة الإنتاج. أما انحراف معدل الدفع فموجب، معناه أن إدارة الموارد البشرية حققت له وفر ب 512 جنيه. الجدول التالي بيبين نتائج تحليل انحراف إلى انحراف زمن وانحراف معدل دفع. التحليل الثلاثي، انحراف الزمن زي ما هو في التحليل السابق لا يتغير. انحراف معدل الدفع هنقسمه لحاجتين، انحراف معدل الدفع الصافي، وده عبارة عن معدل معياري ناقص معدل فعلي في الزمن المعياري. نفس البيانات دي، الزمن المعياري موجود في العمود رقم 4 في الجدول اللي احنا عملناه في تمهيد الحل. يطلع عندي انحراف معدل الدفع الصافي بموجب 570 جنيه، معناها ان إدارة الموارد البشرية مسؤولة لوحدها عن فائض او فوفرات قدرها 570 جنيه. الانحراف المشترك هو عبارة عن التغير في الزمن،
دلتا زي في الطار في معدل الدفع اللي موجود عندنا. وبالتالي الفرق الزمن المعياري ناقص الزمن الفعلي في معدل الدفع المعياري ناقص معدل الدفع الفعلي يطلع عندي اهو للمستويات الثلاثه، اضربهم كده طلع عندي الانحراف المشترك. الجدول ده يبين نتائج تحليل الثلاثي اللي عندي، عملت تحليل الانحرافات اهو طلع عندي المجموع بتاعهم سالب 340 جنيه وهو مجموع الانحراف الكلي في تكلفه الاجور المباشره. التحليل الرباعي اول حاجه هاخد انحراف نسبه المزج بيساوي نسبه المزج المعياري ناقص نسبه المزج الفعلي في الزمن الفعلي الكلي في المعدل المعياري. نسب المزج المعياريه انا جبتها في العمود رقم اهو في تمهيد الحل، نسب المزج المعياريه في العمود رقم 2 ونسب المزج الفعليه في العمود رقم 6. ارجع كده اخد نسب المزج المعياريه ناقص نسب المزج الفعليه في الزمن الفعلي الكلي اللي هو التوتال بتاع الزمن يطلع 9080، هضربه في الايه في معدل الاجر المعياري طلع عندي المجموع بتاع انحراف نسبه المزج سالب 684. انحراف العائد بيساوي الزمن المعياري ناقص الزمن الفعلي الكلي في نسبه المزج المعياري في المعدل المعياري بنفس الطريقه، الزمن المعياري في العمود رقم 4 والزمن الفعلي الكلي ب 9080 ونسبه المزج المعياريه في العمود رقم 2، هضربهم في معدل المعياري يطلع عندي الاجمالي بتاع انحراف العائد. طبعا انحراف معدل الدفع زي ما هو في التحليل الثلاثي والانحراف المشترك زي ما هو في التحليل الثلاثي، يطلع عندي الجدول ده بيبين تحليل انحرافات وفقا للتحليل الرباعي او الاسلوب الرباعي. عندي ثلاث مستويات من مهاره العمال، انحراف العائد ونسبه المزج وانحراف معدل الايه الاجر الصافي والانحراف المشترك، يطلع كله الانحراف الكلي طلع عندي بسالب 340. طب بس سؤال ايه، ازاي اعمل اثبات محاسبي للتكلفه المعياريه لعنصر اجور؟ نفس الكيفيه اللي استخدمتها في الاثبات المحاسبي لعنصر تكلفه المواد المباشره بنستخدمه هنا بنفس الطريقه. ازاي؟ لو عندي انحرافات هفرق اذا كانت الانحرافات دي اراديه ولا لا اراديه. الانحرافات اللا اراديه دي يا جماعه لا تظهر في القيد المحاسبي، ما تظهرش في القيد المحاسبيه، ويتم تسجيل القيد بالتكلفه المعياريه المعدله. اما الانحرافات الاراديه فدي بفتح لها حساب مستقل، اذا كان الانحراف معايا سالب فبيظهر مدين في القيد المحاسبي، والانحراف الموجب بيظهر معايا دائم في القيد المحاسبي، ثم يتم اقفال هذا الانحراف في حساب الارباح والخسائر عشان نحدد جوانب المساله المحاسبيه. وبالتالي انتهت المحاضره وانتهى الفصل الرابع. بالتوفيق لابنائنا الطلاب والف سلامه عليكم، وان شاء الله ربنا يعد الظروف دي كلها على خير. دكتور ابراهيم الطحان مدرس بقسم المحاسبه بكليه التجاره جامعه كفر الشيخ، وكل عام وانتم بالف خير.